تصريحات ميدو، كابتن احمد حسام ميدو كان له تصريحات عاقله جدا ومتزنه جدا وموضوعيه جدا، قالها امبارح او قالها بعد المباراه. يعني قال لك اداء الحكم السيء قتل رتم المباراه، ومتاكد بان كارتيرون كان مستاء من الحكم لكثره صافراته. يجب على الاتحاد الافريقي بان يراجع مستوى الحكام، فاذا كان هذا هو مستوى افضل الحكام في القاره فماذا عن باقي الحكام؟ دي واحده من اللي قالها. الثانيه اللي قالها، قال الشعب التونسي يعشق مصر، وده حقيقه، ونحن نعشق الشعب التونسي حقيقه. انا عن نفسي اعشق تونس، وفي كل مره يكون عندي فرصه للذهاب لتونس لا اتردد بسبب حبهم لنا وكرم الضيافه. لا تجعلوا مباراه العوده تخرج عن كونها مباراه كره قدم فقط، يقاتل الجميع للفوز ولكن لا تتعدى ذلك ابدا. وقال تاني يا كابتن، الانديه المصريه منتخباتنا سرقوا من قبل في افريقيا، ده حقيقي، وشمال افريقيا بسبب الظلم التحكيمي، وارى انه رغم اداء الحكام السيء بالامس الا ان الاهلي كان افضل في كل شيء وسيطر على المباراه ويستحق الفوز. كان هناك فريقين في الملعب، واحد منهم فقط لعب على الفوز وهو الاهلي. عاوز تعليق حضرتك؟ لا، ميدو كده كل شويه بيطلع لنا حاجات كده، ايه ممكن احنا كاهلاويه بتعجبنا وفي احيان ما بتعجبناش. هو كده ميدو، وده طبيعي. طب لا، ميدو لعيب كبير يعني، هو بيعبر عن رايه، وده اللي بيعجبني فيه. قال وجهه نظر مره انا اسمع. انت بتقصد ان هو لما قال برزنتيشن وانتقد برزنتيشن عشان خاطر الاهلي؟ لا، احساسه ان يعني رايحين ضد الاهلي. على فكره انا بحترم الشخصيه اللي زي دي على فكره. ايوه واضح، واضح. ما بلاقيش اشوف مع قرارك الواضح معنا بالظبط، واضح. يعني انا مره سمعت له تصريح قال لك انا اي فرقه تلعب الاهلي انا عايزها تخسر. وجهه نظر. قال لك انا بشجع الزمالك، ايه المشكله؟ لكن هنا تصريحاته عاقله جدا، عاقله جدا، لانها وقت ازمه. انا مش شايف ده الاهم. بص، هي الازمه انا قلت لك احنا اللي خلقناها، احنا اللي حطينا في سبب. هو اللي خلق الاستوديو التحليلي في المباراه ما يقول وجهه نظره، عشان خلي بالك في مجموعه الناس بتسمعه وتاثرت بالمعلق. هو يعني المعلق يصف مباراه، لكن هو الطبيعي المفروض كان بس وائل جمعه. انا طبعا اتفرجنا على المباراه لما كان الكابتن جمال الشريف بيقول وجهه نظره، لا انا ممكن ارد انا عليه بس ده رفض، مش انتقاد. ما انا بقول هو مش معنى كده ان هو مش عايز يرد، لا ممكن يكون هو دي جزء تحكيمي هو مش عايز يتكلم فيه وساب الحريه. انا طارق دياب بيتكلم فيه، طارق دياب كان بيعلق عليه. لا انا انا كوال جمعه انا هو رفض يجلب رايي. لا هو المفروض بيقول وجهه نظره، يعني هو رفض يحكي ذكرياته مع الحكم نفسه في مباراه الافريقي لما كان محمد هاني بعد الرئيس. شفتها ما انا بقول لك، حتى لو هي اصلا ليه وجهه نظر معانا في ضربه الجزاء يقول رايه. يقول انت في استوديو تقول وجهه نظرك ايا كان اللي انت شايفه عشان برضه يتقال رايك. لكن انا بقول لك الحكم، احنا نيجي بقى مش عليا انا كمشاهد، لا انت بتبص على الحكم المباراه راح مرتين وراح للفار وبص وشاف واتكلم واتناقش مع الراجل ورجع تاني حسب. يعني دي حاجه اعتقد، والراجل راح شافها كمان، خد بالك شافها بعينيه، شافها واتناقش فيها وبرده صم، يبقى هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. ده انا هقول لحضرتك الفار دلوقتي غريب. لا هقول لحضرتك على حاجه، الحته التحكيميه دي بالذات انت عارف بيبقى هو شايف حاجه احنا مش شايفينها. انا ببص عليها كوجهه نظر لعيب او مشاهد، هو ليه وجهه نظر تحكيميه. ايوه حاجه معينه احنا مش شايفينها. مش لازم انا شايف ان انا بقى بحكم خبرتي الاعلاميه انا شايف ان توزيع الكاميرات امبارح كان غلط. بس بالظبط يعني لازم انا، هو كل الناس شايفه زاويه واحده كده اللي هي زاويه وليد ازارو والجول من هناك. انت لو جبتها من زاويه ثانيه او من ورا الكاميرا ممكن يبقى الحكم شايف دفعه معينه. هو تطبيق الفرق اعتقد كان بنسبه، يعني امبارح هم ركزوا على وضع الكاميرات بالنسبه للجماهير بالظبط، وموزعوش الكاميرات كويس حوالين المرمى ومشاهده المباراه اللي انت بتتفرج عليها. لكن انت اللي انت بتشوف حاجه تحكيميه للفار دي، المفروض يبقى المفروض طبيعي يبقى انا عاملها فيها تقنيه عاليه جدا، فيها تركيز عليها، وفيها كذا زي ما حضرتك بتتكلم، فيها كام حاجه محوريه كده اللي انا عشان لما اجي اقول له هاتلي من هنا، هاتلي من الناحيه الثانيه، طب هاتلي من الزاويه العكسيه، عندي حلول ثانيه اللي انا اتكلم. لكن هو كان زاويه او اثنين، فانا كحكم برضه ليا وجهه نظر وليا رؤيه ثانيه، وده اللي حصل امبارح مع حكم المباراه امبارح. لكن في الاول وفي الاخر المباراه وقلت لك قبل كده يعني مباراه كانت مباراه شكلها مباراه عصيبه طبعا، مباراه لها شكل كويس قوي مع في افريقيا. يعني احنا مش عايزين نقول يعني فعلا النادي الاهلي والترجي كان في بدايه البطوله ما اعتقدش ان هم مشوا بالمستوى ده
هم لقوا بالشكل اللي احنا شفناه ده نهائي في افريقيا كويس ومحترم ودولتين عربيتين من ان احنا زي ما ميدو اتكلم فعلا احنا بنحب تونس وتونس بتحب مصر. أيوة. واحنا انا زرت انا عن نفسي رحت لتونس حوالي 4 أو 5 مرات فلا شعب محترم شعب جميل بيحب الكوره. وسمعت قبل كده برضو العميد محمد مرجان برضو طلع يتكلم برضو كان احنا مش بنتكلم مجاملة للشعب التونسي ده حقيقة ان احنا المباراة هي في الاول وفي الاخر دي مباراة مباراة بين فرقتين بيمثلوا العرب ايوه وبيمثلوا افريقيا. أيوة. ده انجاز ايا كان احنا عندنا ماتش تاني احنا كاهل وبنمثل بنمثل مصر هناك وربنا كرمنا وكسبنا والله والحمد لله ما وفقناش برضو الدولة زي هو ده يا كابتن المفهوم الرياضي اللي احنا ننطلق منه طبيعي مش زي اللي كاتبه هشام الخالص الصراحة. لا 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 ما هو بص ولا زي اللي قاله طارق دياب ولا قال زي اللي قاله رؤوف خليفة خلي بالك دعات الفتنة دول حاجة يعني صعبة. بص انا سمعت حوار الاخوة التونسيين كتير قوي بعضهم انا بتكلم عن البين سبورت تحديدا انا بقول لك طب هم عندهم جزء كده اللي هو هم شايفين انا احسن احنا مش كنادي اهلي لا المنتخبات الحمد لله يعني احنا عندنا برضو الرياده عندنا الانديه زي الاهلي والزمالك في مسمعين كويس. أيوه. في الوطن العربي. أيوه. ده طبيعي احنا بشر. أيوه. ممكن انا ابقى من جوايا انا عايز بلد احسن حاجه وحقه. تونس هو شايف ان تونس منتخب قوي شايف الفرقه الترجي ماشيه كويس الافريقي مختلفين يعني ده تعصب ونفتخر كنا بنفتخر باداء تونس وبالمغرب في الجزائر في كاس العالم وفي البطولات وبنشجعهم لكن انا بتكلم على ان هو حد زي طارق دياب يعني دايما انا بحس انه كاره من ايام 2010 لما قال لنادر السيد مش عارف ايه يعني بص قدم يعني هو تحليل بعض المباريات كلام يحترم وكل حاجه بعيدا عن مصر وتونس بعيدا عن مصر وتونس او بعيدا عن ما نتكلم كوره بره